شادي نقول والله اخويا تبقيتي فيا بالله شفتي كنت زوجتي بمية خليفة ما يوقعلكش هادشي اللي كيوقع لك بزاف اصاحبي هاد النحس وهادشي اللي تابعك شادي نقولك الله يدير لك اللي فيها الخير وصافي الخوت شو السطوره اللي حطيت قبل هادي قلت له عاد بقيتي فيا مازال تما كملتش السطوري شدوه سلخوه سلخه ديال الكلاب عاوتاني عرفتي كيردوه في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله عرفتي واحد السلخه سلخوه بزاف على هاد الحقره هادي والله تبقى فيا بالله اش غادي نقول لك اخاي نزار انت اللي بغيتي هادشي والله انت اللي بغيتي هادشي سير اخويا قلب على والديك وتصالح معاهم وفري هادشي اخاي سير هذا راه السخط ديال الوالدين تابعك اصاحبي والله الا درت ستوري دخل شوف ستوري اللي قبل هادو مازال ما كملتهاش تلقاك لايح فيديو مسلوخ فيه الخوت كيف ما قلتوا لي في الفيديو حطيت فيديو على نزار قلتوا لي سير عنده سلخو انا جيت عنده سلختو ها هو تبارك الله عليك ها هو دا الخوت دابا شنو هاد نزار هذا شوفو مسكين كيولا شوفو على عينيه كيولا والله تبقى فيا الخوت صراحة والله الا بقى فاش ما تقولوش كنمثلو عليكم ولا شي حاجة حنا راهم ديما كنضربو في اطار الرياضة كومبا تا دابا نديرو الكومبا ها مازال نديرو الكومبا براون ندير انا وياه الكومبا حنا بيناتنا الكومبا ماشي كنمثلو عليكم يعني في الواقع راه ما بيناتناش حنا تحرد على العنف ولا شي حاجة حنا ما كنضربوش في الزناقي يعني براي دابا الخوت تقولوا خارق حاله الطوارئ ولا شي حاجه انا عندي شي حاجه في الخدمه شي حاجه بيني وبين خدمتي ديك الشيء بعيد عليكم المهم غادي اوتوريزي عنده هو دابا بالضرب الضرب غير انا جيت شتو وغادي نكمل طريقي لفاس غادي عندي خدمتي المهم اخوت حنا بيناتنا الكومبا ما بيناتناش العداوه في الواقع والمهم داكشي اللي كاين كامل راه شرحناه في يوتيوب راه تلقاو الفيديو عنده في القناه ديالو وفيديو في القناه ديالي شرحنا فيه شنو كاين كامل داكشي الفكره اللي بغى يوصل في ديك النزار راني وصلتها له راه شرحت له كلشي داكشي اللي خاصو يدير ونتمناو غير الخير ان شاء الله وحنا ما بيناتنا لا عداوه ولا حتى شي